إن العمل النقابي عبارة عن رعاية لحقوق ومصالح العاملين والمحافظة على مكتسباتهم واستحداثات المطالبات التي هي حق أصيل من حقوقهم. ولهذه الأسباب تأسست قائمة التغيير، فتاريخها يشهد لها بأنها تصدرت الساحات العمالية متواصلة مع جمعيتها العمومية بوقوفها مع الحق، فلا سقف لديها للحفاظ على مصلحة العمال. ومن يعرف التاريخ جيدا ويدرك الحاضر يستطيع أن يصنع المستقبل. إخواني، للأسف الشديد إن ما نراه اليوم من هجمة شرسة على القطاع النفطي ما هي إلا حملة منظمة للاستيلاء على ثروات البلد عن طريق بعض التجار والمتنفذين لخصخصة هذا القطاع الحيوي. فمن غير المعقول التفريط بما بناه الرعيل الأول بسواعدهم لتكويت هذا القطاع بتكاتفهم مع نقاباتهم والوقوف بجانبها ما هي إلا مصدر فخر واعتزاز للحركات العمالية. يا أخوان، إنما نشاهد اليوم من غزو تكتيكي لإحلال العمالة الأجنبية متناسين أبناء هذا الوطن العزيز. نشأت هذه الفكرة بتشريع قانون 110 على 2014، قانون نهاية الخدمة الذي حرم جميع العمالة الوطنية من حصتهم في نهاية الخدمة. وللأسف تم تطبيق هذا القانون عليهم، وفي المقابل تم تطبيق قانون العمل النفطي 28 على 69 على جميع العاملين الأجانب. وبذلك تم الالتفاف على هذا القانون في المادة الأولى فقرة جيم البند الثاني، والتي تنص على يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمالة الكويتية فقط. يا أخوان، قانون نهاية الخدمة في قانون 28 على 69 يطبق فقط على الكويتيين ولا يطبق على العمالة الأجنبية. وبذلك والذي بدورنا بإذن الله تعالى سوف يكون لنا وقفة تجاه هذا الموضوع.